السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في قناة فؤاد كهرباء السيارات. اليوم عندنا واحد الساروت ديال الجاج ديال داسيا، تقريبا ديال داسيا كلها كيكون فيها بحال هاد الساروت هذا، ما خدامش فيه واحد البطونة ما كتطلعش ديال الجهة اليمنية، الجاجة اليمنية ما كتطلعش، كتهبط ولكن ما كتطلعش. لاحظوا معنا الفيديو، غادي نحلو هاد الساروت هادي، غادي نفرتكوها وغادي نشوفوا الديفو منين جاي البروبليم. تابعوا معنا الفيديو حتى الاخير، والا ما مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس باش يوصلك الجديد، وخليو نجيم وكومونتير وبارطاجيو الاخوان باش كلشي يستافد وتعمل فائده. المهم هاد السيرو تا هو راه تفتح، احنا فتحنا راه ساهل في الحلان ديالو، غير تبع الفيديو. هو المشكل اللي لقينا فيه، لقينا واحد النحاسه مهرسه، النحاسه اللي كدوز البليسون مون على حسب الجاج باش يطلع، هي اللي مهرسه الجهه اللي كتطلع، الجهه اللي كتهبط مزيانه فيها النحاسه ديالها. هاد النحاسه دابا حنا غادي ناخذو غنجيبوها بحال هاد النحاسه هادي وغادي نركبوها عليه. احنا من بعد ما جبنا هاد النحاسه، هاهي جبناها غادي نركبوها. هاد النحاسه كتلقاوها في شي بوطون بحال هذا، شي بوطون خاسر خاسره فيه شي حاجه اخرى من غير هاد النحاسه، كتلقى في هاد النحاسه هادي كتحيدها وكتركبها على هاد البوطون بلا ما تشونجي بوطون كله. ها كيفاش التركيبه ديالها، التركيبه راه ساهله، غير لاحظوا مزيان الفيديو، هي صعيبه وسهله في نفس الوقت، ولكن كتبغي غير شويه ديال العقل والخاطر حتى كتركب بلاصه في البلاصه ديالها. ولا ما فهمتش شي حاجه خليها لينا في كومونتير، شي سؤال خليه لينا في كومونتير انا نجاوبك. اللهم يسر، وما تنساوش الاشتراك الاخوان، الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، ودير جيم وخلي كومونتير واشتركوا مع الاخوان باش كلشي يستافد. اللهم يسر، تابعوا الفيديو حتى الاخير، كلشي مفهوم كلشي واضح.